السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم خاوتي؟ ان شاء الله تكون لاباس. عندنا اي دروب اللي عملت كريبتو ان اف تي، العملة هذه غنية تعريف. المهم نبدأ في عمل الاي دروب. كما تلاحظوا هنا اعطينا 2500 قطعة، نضغط شانل، نضغط هكذا نوت جوان هكذا، تضغط هنا هكذا، ما هنا يعني الاي دروب سهل جدا، ما يحتاج العمل. هنا عندك 15 بوان، انت بحاجة ل 15 نقطة للسحب. ان NFT نادرة، اكتب 15 لتأكيد السحب. اذا ما نصل الى 15 نقطة نستطيع السحب. انا كنت غلط، ما يمدناش 2500 قطعة. الهبة من خمسة انواع من بطاقات النادرة، 2500 قطعة من اجمالي البطاقات. اسمها المجموع كامل كاع كي عندهم 2500 قطعة. هذه بطاقات NFT احصل عليها عن طريق الإحالة، ثم سكها على شبكة بوليغون عند الفتح. خاطي يطلب منا باش نكونوا باينين هنايا، لأني أنا عاودت برك هذا ماكا. تضغط هنا NFT، بعد ذلك يطلب منا نضغط شانال جوان، ومن بعد يأتينا رابط الإحالة الخاص بينا. المهم عمل الاي دروب سهل جدا. كان هذا الشرح واستغلوا هذا الاي دروب انه يعني صادق وكان يسحبوا عليه.